وقع سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة تفاهم في مجال مستقبل النقل. وبهذه المناسبة أكد وزير المواصلات والاتصالات حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين بما يسهم في تعزيز التجارة وتطوير القطاع اللوجستي في المنطقة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك والبحث والتطوير في مجال التوجهات المستقبلية في النقل والخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانة أنماط التنقل الحديثة وبنيتها التحتية بما يعود بالنفع والازدهار على الشعبين والبلدين الشقيقين. وعلى هامش الزيارة قام الوزيران بجولة في منطقة البحرين اللوجستية وميناء خليفة بن سلمان، حيث تم الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول اللوجستية المستخدمة في منطقة البحرين اللوجستية، بالإضافة إلى المرافق المتطورة لميناء خليفة بن سلمان وخدماته المتكاملة في هذا المجال. هذه الزيارة تأتي يعني انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية منذ الأزل، ولا شك أن احنا نعمل مع بعض على أساس تنمية هذه العلاقات بشكل يصب في مصلحة وخدمة البلدين الشقيقين. ناقشنا الأمور المشتركة اللي تهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأيضا هناك في بعض الأفكار والمبادرات اللي ممكن الاستفادة منها. وأيضا على هامش الزيارة تم التوقيع على مذكرة في مجال النقل، وهذه المذكرة لا شك أنها تصب في نفس النطاق والمسار اللي احنا نسعى له جميعا في تعزيز هذه العلاقات الأخوية وتبادل التجارب وتبادل الخبرات، وأيضا خاصة في النقل الحديث ما يتعلق بالمركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، وهي كلها أنماط حديثة من الوسائل المواصلات. لا شك أن الاستفادة منها والاستفادة من التجارب المشتركة راح يعزز إن شاء الله من الخدمة فيها إن شاء الله. نحن في زيارة لهذه المنشأة العظيمة، المنشأة اللوجستية، الميناء الكبير اللي يتضمن يعني كافة خدمات البحرية وأيضا الخدمات اللوجستية، ويعني اطلعنا على عرض جميل وعلى فرص التعاون بين البلدين. المملكة والبحرين بينهم علاقات أخوية وتاريخية، وهناك يعني أوجه كبيرة للتعاون في كل المجالات ومن أهمها مجال النقل والخدمات اللوجستية، وهذه العلاقة قابلة للمزيد من التعاون والتطوير. وكانت يعني فرصة هذه الزيارة لبحث هذه الجوانب، وإن شاء الله يكون هناك خطوات مباركة وموفقة وتخدم البلدين الشقيقين.